السلام عليكم طنجة 24، اسم ديالي كنزة من طنجة. الطريفة اللي وقعت لي هو نهار تاني في رمضان هاد العام هذا، انا ما نوضتنيش السحور صحاب، لا انا تسحرت، وانا اللي نوضني هو القطة. كانت كتغوت، القطة ديالي كانت كتغوت، ومع ضربتني فيقة سمعت وصل نحية على الصلاة، وهي اتصد الماكلة ديالها كانت خاوية، دونك ما جيت نعطيها ماكله ونزل تاكل وهذا حتى كملوا. ما عرفتش ديك الساعه واش نمشي انا نشرب واش نعطيها هي تاكل، قلت نزبقها هي وعندي فيها الاجر كثار. دونك عندي الشيء اللي كان وقع لي وصافي.